هكذا أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، نجدد معكم التحية والترحيب بانطلاقة الشوط الجديد، وهو الشوط 21 الذي يحمل فئة الإبكار المحليات. نسير وإياكم إلى المقدمة، إلى المركز الأول، حيث التواجد من قبل الخزنة وعبيد بن سالمي بن كردوس العامري من يقدم لنا الخزنة، بينما المركز الثاني الوصول والدخول من قبل مطيلة وسعيد بن سليم بن شويرب العامري من يقدم لنا مطيلة، بينما المركز الثالث الوصول والدخول من قبل ديمة وسعود بن يوسف بن غانم بن محمد أهلي من يصل في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الغادمة والواصلة وقاد وعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، بينما الواصلة في هذه اللحظات هملولة وسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب. يا سلام من الواصلة، من الغادمة شواهين ومحمد بن حمد بن سالم الدرعي من يصل في هذه اللحظات، بينما الواصلة، بينما القادمة في هذه اللحظات من قبل حاملة رقم 6 ألا وهي وسام وسعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي من يصل في هذه اللحظات وفي هذا المعترك الكبير. ونعود إلى المقدمة، ونعود إلى الصدارة الأولى، حيث التغيير الذي جرى وطرى في مقدمة هذا الشوط من قبل هذه مطيلة وسعيد بن سليم بن شويرب العامري من يصل في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني الوصول والدخول من قبل الخزنة وعبيد بن سالمي بن قردوس العامري، بينما المركز الثالث الواصلة في ثالث المراكز شواهين ومحمد بن حمد بن سالم الدرعي، بينما المركز الرابع الوصول من هملولة وسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، بينما المركز الخامس الوصول والدخول من قبل وقادة وعلي بن حمودة بن علي الظاهر. يا سلام، بينما الغادمة، بينما الواصلة في سادس المراكز وسادس التحديات، هذه وسام وسعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي من يصل في هذه اللحظات، بينما المركز السابع القادمة، القادمة والواصلة في هذه اللحظات من قبل الظبي وسعيد بن راشد بن سعيد العويسي من يصل في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع هذه القادمة ثقة وحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يقدم لنا ثقة، يا لها من ثقة كبيرة يا بن حلوكة، بينما المركز العاشر القادمة عوايد وعتق بن مطر بن حسن القبيسي من يقدم لنا عوايد. هكذا هو نداءنا الثاني للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المندفعة في هذه اللحظات. ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى، حيث التواجد من مطيلة وسعيد بن سليم بشويرب العامري من يقدم لنا مطيلة، بينما المركز الثاني الوصول من قبل وسام، الله يا وسام، وسعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي من يقدم لنا وسام، بينما القادمة هملولة وسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، من القادمة، من القادمة في رابع المراكز، في رابع التحديات، الله يا عوايد، الله يا عوايد، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي من يقدم لنا عوايد.
بينما الغادمة بينما الواصلة في هذه اللحظات من قبل الخزنة وعبيد بن سالم بن كردوس العامري العامري. الله الله الله، بدأ يشتد الصراع من قبل المشاركين من قبل المنافسين، وهذه عوايد كعاداتها الجميلة كعاداتها الجميلة تتجاوز لائحة الكيلو المتر الأخير بدون أي أوامر أو شبه أوامر، والرقص تلغاي حتى هذه اللحظات. عوايد من تفود هذا الجموع، وأتيك من مطار بن حسن القبيسي من يتابعها ويراقبها، بينما المركز الثاني الوصول من هملولة وسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. يا له من صراع ويا له من تحدي من قبل المشاركين والمندفعين، ولكن خلوني مع عوايد وعتيق بن مطر بن حسن القبيسي من يقدم لنا عوايد كعادتها الجميلة كسجلها الحافل بالإنجازات. هذه عوايد وعصاتها فطانها بدون أي يوامر، بينما المركز الثاني هملولة وسعيد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي. يالله يا الغادمة، من الغادمة؟ من الواصل؟ الخزنة وعبيد بن سالمين بن كردوس العامري، لكن وين يا عوايد؟ وين مطر بن عتيق بن مطر بن حسن القبيسي؟ من يخطف ناموس هذا الشوط بدون أي منافس وبدون أي أوامر حتى هذه اللحظات معلنة الفوز والانتصار؟ تهانينا تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات على فوز عوايد بالمركز الأول في هذا الشوط وفي هذا المعترك الجميل بدون أي أوامر. والعصارة أقده وآمنة، العصارة أقده وآمنة، لحظات وصوله إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني هملولة لسعيد بن حمد بن مصعب الجمهور الأحبابي. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات من قبل المطيلة وسعيد بن سليم بن جويرب العامري من يقدم لنا مطيلة. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين. التوقيت الزمني 7:43 بالوفاء والتمام.